تشكرت المغنية الأمريكية بريتني سبيرز جمهورها على جهوده المبذولة لمساعدتها في إنهاء وصاية والدها عليها، خصوصا أعضاء حركة حرروا بريتني الذين ساعدوا نجمة البوب الشهيرة في حملة منذ سنوات ضد الترتيب القانوني الذي ظل يسيطر على حياتها. وكان محبو بريتني أمام محكمة في وسط مدينة لوس أنجلوس عندما تم رفع وصاية والدها عن أموال ابنته، حيث رفعوا لافتات تحمل عبارة حرروا بريتني وغنوا أغنيتها المعروفة توكسيك في الشارع.